لنقاش ملف الفساد في العراق وعرقلة محاسبة المتهمين بقضايا الفساد، ينضم إلينا عبر الهاتف من واشنطن رئيس المركز الوطني للبحوث ودراسات المحامي كامل حساني. أهلا بكم أستاذ كامل. أهلا بك. أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن تشكيل لجنة تحقيق في قضايا الفساد الكبرى، كيف يمكن قراءة هذه الخطوة ومدى جديتها؟ يعني هو هذا القرار بتشكيل لجنة هي كذوبة تضاف إلى أكاذيب مكافحة الفساد. الفساد هو عند القضاء، القضاء بداية التغيير هو الذي كسر منظومة مكافحة الفساد اللي كانت تعتمدها الدولة العراقية منذ تأسيسها إلى يوم التغيير، اللي تعتمد على الرقابة المالية والإدارات والادعاء العام وتنتقل للقضاء الجنائي. الاستاذ مدحت المحمود رفض محاسبه كبار الفاسدين، والاداره الامريكيه او السي بي اي السفير بريمر قرر ان يقترح موضوع هيئه الفساد ووجد لها قانون خاص حطمت منظومه المحاسبه، وثم عقدتها موضوع مفتشيات، وكلها هذه عباره عن اجسام غريبه لمنظومه الفساد هي كرست الفساد. ولهذا دائما نقول ان الداء والدواء للفساد في القضاء، القضاء هو مستنقع الفساد الكبير الذي يجب ان يعرض امام الشمس وامام الهواء حتى نبدا في مسيره مكافحه الفساد. نعم. اما نكرر لجان وتحقيقات ومحاكم كبرى للفاسدين ولجان كبرى لقضايا الفساد الخاصة، فهذه لن تكون منتجة ولنكافح أي موضوع حساس يتعلق بفساد الكبار قبل الصغار. ما مدى أهمية تهيئة أرضية قانونية وسياسية شفافة ونزيهة لتحقيق في قضايا الفساد ومحاربته، خاصة وأنه شكلت لكثير من اللجان في وقت سابق ولم تتوصل لأي نتيجة؟ يعني هذا الموضوع الشفافية منصوص عليها بالدستور وبكل القوانين الصادرة النافذة، ولكن القضاء يرفض الشفافية حتى عند إصدار الحكم ومصادقة محكمة التمييز، يرفض أن يسمي الأحكام أو المحكومين وبحجة الحفاظ على سمعتهم، رغم أن جرائم الفساد المتعلقة بالمال العام والوظيفة العمومية هي جرائم مخلة بالشرف، بمعنى انه لابد من نشرها حتى ترجع الموظف الفاسد او اللي يخطط للتورط بالفساد. هذا هو الواقع، ويمكن تتابعون انتم كل قضايا المحكومين، وحتى اليوم تسمع انه هنالك هيئه النزاهه قد عثرت على هجر في المال العام او تجاوز على عقارات الدوله، ولكن لا تسمي المتهمين، لأن القضاء يرفض أن يسمي المتهمين أو المحقق معهم أو حتى المستخدمين أو حتى المحكومين اللي تصدر فيهم بأحكام باسم الشعب. ما مدى الصلاحيات التي يملكها القضاء لتحقيق في قضايا تتعلق بمسؤولين في الدولة وقادة أحزاب متهمين بالفساد؟ عند كل الولاية، الولاية المطلقة للقضاء العراقي ليست جديدة، هذه من قانون التنظيم القضائي عام 79 بالنظام السابق، قرر السلطات منح الولاية المطلقة للقضاء العراقي. حتى النظام السابق لما الرازي يحاكم بعض الشخصيات أو بعض الجرائم الخاصة، شكل محاكم مثل محكمة الثورة، محكمة الداخلية، محكمة الأمن، محكمة المخابرات، حتى يبقي القضاء العادي إلى الولاية المطلقة، وبإمكان القضاء أن يتولى كل القضايا على المدنيين والعسكريين اللي بيها ضرر على المدنيين أو المال العام أو الوظيفة العمومية. وكل من يقول أن القضاء ما عنده صلاحية على أي موظف كبير أو صغير، هذه المعلومة غير دقيقة، بما فيها المتهمين من العسكريين والجهاد اللي تعمل في المؤسسات الأمنية.
كيف أثر الفساد المستشري على تصنيف العراق دوليا وإحجام المستثمرين عن الاستثمار في ظل عدم وجود بيئة قانونية لحماية المستثمرين وضياع حقوقهم أو حتى عقد صفقات فاسدة معهم أو اضطرارهم إلى دفع رشا؟ يعني نتكلم عن عدم وجود بيئة قانونية، هذا إجحاف. القوانين موجودة وواضحة وحاسمة وقاسية جدا، لا تجد لا في العراق في الشرق الأوسط ولا في كل الدول العربية والإسلامية قوانين قاسية. لكن هل هي مطبقة؟ هو هذا الكلام، القضاء يرفض تطبيقها. كل الأمور تجري بالموضوع المنافع الوظيفية للقضاة والمخاطر اللي يتعرضوا لها وموضوع الفساد والمنسوبيات والمحسوبيات بين القيادات وبين القيادة القضائية. هذا هو المشكلة في القضاء. إذا تم إصلاح المنظومة القضائية والقيادة القضائية ستكتشفون أشكال من الخراب القضائي اللي خرج عن دستور والقوانين وأصول التقاضي والمنظومة الجنائية المتعلقة بمحاسبة الفاسدين والفساد. شكرا جزيلا لكم رئيس المركز الوطني للبحوث ودراسات المحامي كامل حساني، كنت معنا عبر الهاتف من واشنطن.